وينضم إلينا من رام الله السيد عصمت منصور الباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد منصور، مرحبا بك خلال زيارتها الرابعة إلى المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. وزيرة خارجية ألمانيا دعت إسرائيل لعملية عسكرية أقل حدة بقطاع غزة. لماذا لم تطلب بشكل واضح وقفا فوريا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ صباح الخير وتحياتي لك والمتابعين الكرام. يعني هو ألمانيا معروفة من الدول التي وقفت بشكل كامل وانحازت لدولة الاحتلال في بداية هذا العدوان. معروفة العلاقات الألمانية الإسرائيلية، ومعروفة عقدة الذنب التي تعيشها ألمانيا تجاه المجازر التي تعرض لها والمحرقة التي تعرض لها اليهود والتي تبتزها إسرائيل من خلالها عاطفيا وإنسانيا وماليا ومواقف سياسية. حتى اليوم ألمانيا من أكثر الدول التي لا تجرؤ على انتقاد إسرائيل، وبالعكس تحارب حتى من ينتقد إسرائيل على أراضيها. ولذلك يعني هي لم تجرؤ على أن تطلب من إسرائيل، يعني عندما ترى هذا الاندفاع في السياسة والمجتمع في دولة الاحتلال نحو الحرب وهذا التدمير والإبادة التي يمارسونها، لا تجرؤ على أن تطالبهم بوقف إطلاق النار، علما أنه هذا يعني مطلب عادل ومطلب بديهي وإنساني. هناك ما حرب، سر هناك عدم يقتلون. الجرأة الألمانية؟ لأن ألمانيا تحكمها عقدة نقص وعقدة ذنب تعيشها وتستغلها إسرائيل بشكل كامل من أجل ابتزاز ألمانيا والضغط عليها. لو هناك طبعا لوبي قوي جدا مؤيد لإسرائيل في ألمانيا حتى من الألمان أنفسهم، بالإضافة إلى اليهود. النقد لإسرائيل في ألمانيا يعتبر لا سامية ويحارب عليه كل ألماني أو غير ألماني. المواقع يعني الدفاع عن إسرائيل ربما يعني يتجاوز كل الحدود، يتفوق على الولايات المتحدة حتى لما يتعلق بالمواقف. ولذلك يعني هي لم تجرؤ على طرح هذا الأمر، ويعني طرحت القضية بشكل مخفف. وأحيانا يعني هذا يعني تسليما بحق إسرائيل في الاستيلاء، عندما تطلب منها أن تخفف من حربها أنت تسلم بحقها في هذه الحرب، وأن هذه الحرب عادلة، وأن كل ما حدث خلال هذه 94 يوم وهذه الفترة من القتل هي أمر مشروع. ولذلك هذا أسوأ من يعني المواقف التي ربما تؤيد فيها الحرب بشكل علني. يعني هنا تحاول أن تعطي مسحة إنسانية لتصريحاتها، ولكن هي فيها انحياز كامل لما وقع من جرائم ولما سيقع من جرائم بحق الأطفال والأبرياء. طيب، صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية نقلت عن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال أنه يعتزم التقدم بقانون يجبر المسؤولين الذين يحضرون مناقشات بشأن الأمن القومي، يجبرهم على الخضوع لجهاز كشف الكذب. لماذا يفكر نتنياهو في إخضاع بعض المسؤولين لجهاز كشف الكذب هنا؟ يعني كلنا شهود على التسريبات التي يعني نشرت من جلسة الكابينيت الأخيرة، والتي يعني تحدثت بالتفصيل وبأدق التفاصيل حتى بوصف الملامح وردات الفعل داخل الكابينيت. وهذه آفة تعاني منها إسرائيل تاريخيا. كابينيت الحرب، الخمس أشخاص الذي يعني يدير الحرب هو الوحيد ربما الذي لا تسرب منه أخبار، وهذا يعني بسبب عدد محدود الذين يشاركون. ولكن أي إطار إسرائيلي آخر، سواء لجان في الكنيست أو كابينيت الموسع أو الحكومة، دائما ما تجري تسريبات. ولذلك نتنياهو كي يضمن أن لا تكون تسريبات، هو لا يثق، لا يوجد ثقة في أعضاء الحكومة، ويوجد تناقضات وخلافات. وأيضا لأن هناك مصالح حزبية وهناك وزراء يريدون أن ينشروا أخبار كي تخدمهم انتخابيا، هو يريد أن يوقعهم على هذا التعهد وأن يخضعهم إلى جهاز فحص الكذب. هذا يعكس حالة غير سوية، ويعكس حالة عدم ثقة، ويعكس عدم مسؤولية أيضا من قبل الوزراء تجاه يعني الوضع. وأحيانا هذه التسريبات لا تضر بنتنياهو سياسيا فقط،
أو تفيد خصومه سياسيا وانتخابيا. هذه أحيانا تسريبات يكون لها تداعيات أمنية، أحيانا تكشف أسرار، تجر انتقادات على إسرائيل أو تجر ضغط على إسرائيل وغيرها من الآثار المترتبة على هذه التسريبات. ولكن حتى لو جرى يعني فحص الكذب أو أحيانا توقيعهم على تعهد كما كان يطلب من الوزراء أو مصادرة هواتفهم أثناء الجلسة وغيرها من الإجراءات، هذه آفة كانت موجودة وستبقى موجودة. طيب، ولكن سيد منصور، إذا كان بنيامين نتنياهو يرغب في أن يخضع بعض المسؤولين الإسرائيليين لجهاز كشف الكذب، ماذا ستكون النتيجة لو وضع نتنياهو نفسه على هذا الجهاز؟ وهذا ما كنت سأتطرق إليه، بمعنى أنه جزء كبير من التسريبات تنسب لنتنياهو، هو أو مكتبه يكون بتسريبها لإحراج خصومه أو لتمرير رسائل أو غيرها من الأمور، وبالتالي فعلا هو سيكون أيضا خاضع لهذا الإجراء، ولن يعني لن يجد أنه بريء من هذه التهمة سواء فيما سبق أو ما قد يأتي، لأنه يعني كما قلت هذه التسريبات تستخدم في إسرائيل يعني من لا يريد أن يصرح علنا ويخشى من الكشف عن مواقفه يسرب الأخبار أحيانا لصالحه أو أحيانا ليضر بخصومه أو منافسيه وأحيانا لإيصال رسائل وإثارة القضايا أو جدل حولها. والتسريب سياسة معروفة إسرائيليا أيضا، يعني إسرائيل تسرب أخبار مثلا عن اغتيال العروري أنها هي التي تقف خلفه، لكن لا تريد أن تتحمل مسؤولية رسمية ومباشرة، فتسرب لصحف غربية هي من يكون بتسريب الأخبار وتنسبها لجهات مجهولة أو غربية، وبذلك توصل الرسالة تتبنى ولكن بشكل غير رسمي وتحقق هدفها دون أن تتحمل أي مسؤولية. وماذا لو وضع الفلسطينيون نتنياهو على هذا الجهاز؟ أنا أريد أن أقول لك أنه أكثر صفة يشتهر بها نتنياهو في الساحة الإسرائيلية والدولية حتى هي الكذب. ربما عبر أكثر شخص عن هذا هو سموتريتش عندما قال كاذب ابن كاذب، عندما أراد أن يصف نتنياهو قال هذا كاذب ابن كاذب، وكلمة كاذب ولا يفي بالوعود ويعني يخادع هي الكلمة التي تتكرر أكثر من غيرها في سيرة ووصف نتنياهو. كل من تعامل مع نتنياهو يدرك أنه لا ينوي دائما أن ينفذ ما يتعهد به، وأنه يكذب بشكل مقصود وفي يعني وضح النهار وكما يتنفس وحتى وجها لوجه يعني عندما يقابل الأشخاص. لذلك لن تجد شخص يمكن أن يثق بنتنياهو ولا بوعوده ولا بسياساته، وهو مستعد على أن ينتقل من النقيض إلى النقيض في لحظة دون أن يرف له جفن. لذلك هو ليس بحاجة أن يجلس على جهاز الكذب ليكشف العالم كم هو مخادع وكاذب ولا يفي بالوعود، وهذه طبعا صفة ربما عدم الوفاء بالوعود أصبحت سياسة إسرائيلية، وأن إسرائيل لا تفي بوعودها إلا عندما تكون مضطرة وعندما توضع لها آليات ملزمة وتكون يعني التطبيق متبادل وبالتزامن. لكن يعني نتنياهو الفلسطينيين يعرفونه والعالم يعرفه، وليس بحاجة أن يجلس على جهاز كشف كذب. والآن مثلا تسمع يتحدث عن الحرب بهذه الحماسة، لو تغيرت الظروف ورأى أن مصلحته الانتخابية تطلب وقفها لا أتحدث بلغة مناقضة تماما بعد نصف ساعة.